الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اوكي الفيديو اليوم كثير مهم ومميز، ليه؟ لانه بهالفيديو حتعرفوا انه نحن حننقل من هالبيت اللي نحن فيه، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، حطوا لايك اذا انتم جداد بالقناة. عم ندور على بيت صارنا فترة كثير طويلة، واخيرا اخيرا عجبنا بيتين ولقينا بيتين، رح اخذكم تشوفوا البيتين او واحد منهم بهالفيديو، وحفرجيكم البيتين بهالفيديو. ساعدوني يعني انتوا قولوا لي اي بيت مثلا حبيته اكثر، اي بيت عجبكم اكثر. حابه افتح معكم هدول البوكسات جايز اللي وصلوني من فرفتش، واخيرا واخيرا انا كثير متحمسه افتح الكرتونين معكم، لانه جايز دورت على هالشغلات اللي حفرجيكم اياها بكل مكان وما لقيتها الا بموقع فرفتش. فكرة جايز في عندي كود خصم لفرفتش، حط لكم كل التفاصيل بصندوق الوصف وموقع فرفتش اللينك تبعه مشان تفوتوا وتشوفوا كل المنتجات اللي عندهم والماركات والقصص، كتير رائعة عندهم شغلات واو. هي القطعة دورت عليها بكل مكان ما لقيتها. هذا الشيء الحلو بموقع فرفتش انه بتلاقوا فيه كل شيء مميز، يعني بتدوروا عليه بكل مكان ما بتلاقوه بتلاقوه عند فرفتش. خليني افرجيكم انا شو اشتريت من فندي، طبعا بيجي معه كارتة وكل الامور اللي يعني الموثقة. انا مش كتير شاطره بالانبوكسينج اوكي. دورت عليها بكل مكان ولقيتها عند فرفتش. توصيلهم كتير سريع، خلال يومين وصلوني الغراض يعني تخيلوا. وليكو ليكو كل شيء حلو. هي اول قطعه اشتريتها من فرفتش، هي مش كتير كبيره، هي شنطه صغيره يعني بس بتسع كتير اشياء. جاهزين تشوفوا ثاني قطعه اشتريتها من فرفتش؟ 1 2 3. اوكي سو تاني شي اشتريته هي الشوز كمان من فندي جايز. بتجي هيك الشوز يومية، الكعب تبع هالشوز كتير صغير هيك بتجي للاستخدام اليومي. شوفوا عن قرب شو حلوة، كتير حلوة ومرتبة والكعب مش كتير عالي، سو بتجنن بتجنن. مثل ما قلتلكن عندي كود خصم لفرفتش، حطلكن كل تفاصيله بصندوق الوصف، شوفوا صندوق الوصف ولينك فرفتش، رابط تبع موقع فرفتش حيكون بأول صندوق الوصف، بجنن الموقع، فوتوا عليه استفادوا منه، توصيلهم سريع، منتجاتهم بتجنن، كتير عندهم قصص مميزة ما بتلاقوها بمكان تاني. هذا كان الانبوكسينج باول الفيديو، هلا حنروح نشوف بيت المستقبل. تن 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 تن. هديك بنين قاعده جوا مش مبينه كثير. ركزوا معي، هاد باب البيت، هلا حوقف هون وحلف مشان تشوفوا الدرج. هاد مكاني المفضل بكل البيت لانه في درجين، هاد اول درج وهاد ثاني درج وبيلتقوا هون فوق. متخيلين هالمكان قد ايه حيكون حلو للصور؟ كثير متحمسه اتصور هون، نزل لكم صور على انستغرام. قبل ما اخذكم على الصالون هنيك خليني افرجيكم غرفه الطعام اللي بهالجهه هي. بتجي على اليمين اول ما بتفوتوا من الباب يعني، وبتطل على حديقه البيت الاماميه. طبعا الاثاث اللي عم بتشوفوه هاد كله اثاث مهندس الديكور حاطيته، يعني مش اثاث بيتنا بيتنا. هنيك في المطبخ بس حنروح نشوفه بعدين بعد ما افرجيكم شو في على جهه اليسار. في هيك صالون كيوت كتير كلاسي يعني حلو هيك، اذا بيجوا ضيوف بيقعدوا هون، كتير حلو فيه كتير شمس. وهون بس تفوتوا حتلاقوا غرفة تانية كمان فينا نعملها كغرفة طعام، ما بعرف صراحة شو حعمل هون لانه فيه كتير مكانات هالبيت، هالبيت كتير كبير، فبعدني لهلأ مش مقررة شو حعمل، ممكن تكون يعني غرفة طعام او هيك شيء. بس تلفوا هون، هاد المكان المفضل عندي بكل البيت. ليش؟ لانه في هون الصالون اللي نحن حنقعد فيه يعني لبيتنا، وفي هون المطبخ اللي باللون الابيض. ماما كتير بتحب بالمطابخ البيض، يعني الشيء اللي ما حبته ببيتنا القديم هو انه مطبخه بني، فهاد مطبخه ابيض كتير حلو كمان ستايل امريكي. يعني هون اذا بحط اكل الصبح بصور لكم ستوريز لفطوري كتير حيطلع شيء حلو. انا بفكر كل شيء انه هيك للتصوير لانه شغلي كله تصوير. عن قريب بدي افرجيكم ليكو قد ايه حلوه مسكه الخزاين، جايه على لون ذهبي وطبعا كل شيء جديد وكتير حلو. فيه هيك هدول الخطوط اللي جايين على بني بطريقه كتير حلوه، كتير حلوه بتمشي مع الرخام هون. حبيت هالجزء كتير من البيت لانه ذكرتني لما رحت على المغرب شفت هالنوع من الرخام. وهون في كتير مجرات، شوفوا هالمجرات شو كيوت، كتير صغار وكيوت يعني للسكاكين او للملاعق. وفي عنا كمان هالشي هون بنحط فيه الفلفل والملح وهدول القصص يعني البهارات، الاوفن وكل هالقصص هي، وهذا البراد والفريزر. سر عن هالمكان كتير حببني فيه انه مش بس نقدر ناكل عليها او نطبخ عليها من هديك الجهة، كمان في مجرات للتخزين، في 3 مجرات كتير كبار وعميقين يعني فينا نحط فيها كل شيء، مواد غذائية، رز، عدس، هالقصص هي من هالجهة. وكمان من الجهة التانية في 3 جارورات او جوارير ما
مجرات كبار. طبعا في اطلاله على الحديقه. خلصنا من المطبخ، هلا على الصالون. الصالون هذا اللي بيميزه هو الشبابيك الكبار اللي بتدخل كتير اشعه الشمس، وكمان ليكو واسع للسقف وبيطل، يعني هذا الجسر اللي هون اللي بيجي من الدرج بيطل على هالصالون، فكتير حلو. لاحظوا اشعه الشمس بكل مكان، وكمان فيه سلايد دور للباك يارد. هلا بنطلع بنفرجيكم الباك يارد، بس هالمكان كتير حلو. فينا نحط تلفزيون هون، انا عم فكر احط تلفزيون كبير هون، نقعد نحضر تي في هون، مسلسلات. في هون حمام جايز، انه حمام عادي كتير حلو، كمان من الماربل الفخم، كتير حلو هالماربل، والمراية تبعه بتجنن. هلا حنطلع على الطابق الثاني مشان نفرجيكم غرف النوم وتتعرفوا اكثر على البيت، وبعدين حفرجيكم ورا البيت شوفي. ف يا حاخذكم بكل شيء تفاصيل. بس اول ما طلعت هون من الدرج شفت هاي الاطلاله اللي بتطل على الصالون اللي هون اللي فرجيتكم اياه، هداك المطبخ، ونحن هلا هون. هون غرف النوم، بعدنا عم نتخانق اي واحد بده ياخذ اي غرفه، بس هاي الغرفه كتير حلوه لانه اطلالتها بتجنن. شوفوا اطلالتها قبل ما افوت، كتير حلوه اطلالتها على الطبيعه الحلوه وبتجنن، فلهيك انا كتير حابتها، وكبيره كمان وواسعه وحلوه. طبعا هالغرفه فيها خزانه للملابس، هي هي الخزانه، وفيها حمام اكيد مع بانيو. طبعا بس اطلع من هالغرفه بيكون في غرفه مقابله هون، حنروح هلا نشوفها. هي الغرفه غير شكل جايز، او ماي جاد او ماي جاد. بس هي بحس ماما حتاخذها لانه بيجي فيها صالون، وهذا صالون تخيلوا. وهون في هالمكان اللي كتير حلو بالديكور، وهون الغرفه نفسها. ليكو شو حلوه الغرفه، واو جايز واو. ومش بس هيك، شوفوا الحمام شو حلو، رح تنصدموا. الحمام كانه اوتيل جايز، كانه حمام اوتيل هيك، بانيو بهالشكل هذا اللي كتير حلو. وبس تفوتوا هون في مكان للشاور، لاحظوا شو حلو هيك، فيه بابين، باب من هون وباب من هنيك، وهذا البانيو، وهون ال شو اسمه، فيه تحطوا يعني مغاسل مغسلة. وبس تلفوا هون بتشوفوا الخزانة الكبيرة، ليكو شو كبيرة الخزانة، كتير كبيرة، بتحطوا فيها كل شي بدكم اياه. بصراحة انا هالغرفة بدي اياها يعني للامانة، كتير حاببتها، بس بحس ماما حتاخدها. وفيها شمس كتير، لاحظوا الشمس، يعني انا اذا قاعدة او نايمة بفراشي في صور لكم اللي بدي اياه، لانه في شمس واطلالة او اضاءة طبيعية بتجنن. وكمان ليكو الطبيعة. وهيك بنكون خلصنا من الغرفة الثانية. هلأ في عنا كمان غرفتين اللي هي هاي وهاي، حخبركم سر عن هدول الغرفتين. حمامهم بيكون مفتوح على بعضه، هلأ بتشوفوا كيف. حنفوت من هالغرفة اللي هي الغرفة رقم 3، بتكون غرفة حلوة هيك كبيرة واسعة، كمان فيها شمس. الحلو انه هالبيت كله فيه شمس، وطبعا فيها خزانة لأي حدا بده يحط اتيابه وغراضه. خزانتها كمان كبيرة، لاحظوا يعني كتير كبيرة ومقسمة بطريقة حلوة. وهون في الحمام. اول ما بتفوتوا هون في مغسلتين، هي المغسله لهي الغرفه وهديك المغسله لهديك الغرفه. وبس تفوتوا في غرفه ثانيه هون مع باب لها مسكر، لاحظوا هي بتكون بانيو مشترك وتواليت مشتركه بين الغرفتين. وهون المغسله الثانيه اللي للغرفه الرابعه اللي هي هي الغرفه اللي بتطل على واجهه البيت من قدام، وفي عندها هي الاطلاله الحلوه. واكيد الغرفه الرابعه كمان فيها خزانتها الخاصه، تشبه الخزانة الثانية المرتبة هيك بهالطريقة هي. وهيك بكون فرجيتكم الأربع غرف تبع البيت. خلينا ننزل بس ليكو نزلت الدرج، شو حلوة، كتير كتير هيك أوبسست، عم بتخيل حالي عم صور صور انستغرام هون. أوه جايز، ليكو الحديقة الخلفية شو حلوة وشو كبيرة. هون الجراج تبع البيت اللي كتير واسع وكبير، بكفي كتير سيارات، يعني تقريبا هون بكفي شي 5 سيارات 6 سيارات ما بعرف، يعني كتير بكفوا سيارات هون. هاي بقية الحديقة الخلفية، ليكو شو حلو. طبعا بحب اعرفكم جايز موج، اذا ساكنين انتو بميشيغان وبدكم بيت بالمواصفات اللي انتو بدكم اياها، تواصلوا مع موج. حاحط لكم هلا هون رقمه، تفاصيل كل شيء عنه، لانه عن جد بجنن. هو اللي يعني ساعدني لاقي البيت اللي هلا انا ساكنه فيه، وبعدين قلت له بدي اغير بيتي فلقى لي هذا البيت، بس بدنا ناخده. سو نحن هلا عم نحاول نجيبه بالسعر المناسب، لانه هن كثير طالبين على البيت، صح؟ فعم نحاول.
هذا البيت تقريبا 90% نحن كتير حابينه، بس عم نشتغل بوراقه وفي كتير شغل جايز، وسعره كمان مش رخيص. هلا في بيت تاني، البيت التاني ما عطونا موعد نشوفه، فحط لكم هلا صوره للبيت قد ما بقدر مشان انتم تشوفوه كمان وتقولوا لي رايكم فيه. هذا البيت الثاني، قولوا لي بالتعليقات اي بيت حبيتوا اكثر، البيت الاول اللي اخذتكم بجوله فيه ولا البيت الثاني اللي هلا شفتوا صوره، يعني اختاروا معنا او معي بيتنا المستقبلي لانه رايكم كثير بهمني. الفيديو اللي نزلته قبل فتره اختاروا فستان العرس، رفيقتي كثير حبت ارائكم وانتم كلكم اغلبكم صوتوا على الفستان الرابع، وفعلا يعني رفيقتي حتجيب واحد من فساتينها حيكون الفستان الرابع، فرايكم كثير مهم. اكتبوا لي بالتعليقات اي فستان، روح شوفوا هذاك الفيديو اذا ما شفتوه. اكتبوا لي بالتعليقات اي بيت حبيتوا اكثر وحاسين انه بيلبق لعائلتي، لانه نحن كمان عائله صغيره اكثر. حاقرا تعليقاتكم، كمان حطوا لايك كثير كبير لهالفيديو واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس واعملوا كل الشغلات الحلوه. انا نور ستارز، بحبكم، خيرات الله، بشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.